مش الحال؟ لا ما مش الحال. طيب. لليوم بعدها مش متوفرة. بعدها لليوم الصناعة اللبناني عم ينجبر يفكر ويشتري أو من بالأسواق الغالية. ولكن مثل ما قلت لك بالأول الصناعة بيفاجئ الكل. اليوم الصناعة تعرف شو عم يعمل؟ عم يشتغل ليل نهار تيزيد صادراته. لأنه بمجرد ما يزيد صادراته إذا قدر يوصل، احفظوا هالرقم، إذا قدر يوصل على 40% من إنتاجه يكون عم بيصدره، بيكون عم بواسطة الدولارات اللي عم يجيبها من برا بيقدر يشتري كل المواد الأولية لكل الصناعة. لوين أكثر شيء عم بتصدره وسوقكم وين؟ كل عمر الصناعة اللبنانية بتصدر على البلاد العربية، بتصدر على أوروبا، بتصدر شوية على أمريكا، بتصدر على البلاد الأفريقية كانت أكثر. هلا رجع لورا. أستاذ نعمت. نعم. تفضل. أسعاركم كتير غالية، يعني المواطن يلي مجبور مكرهن أو بحب يشتري الصناعة المحلية، في كتير منهم صاروا مجبورين، في كتير مواد ما بقى موجودة أجنبية. مش لازم يكون مجبورين، لازم يحبوا يشتروا الصناعة المحلية. أوكي، عمول في منهم مجبورين، في منهم بحبوا برضاهن. عم يلاقوها كتير غالية. أكيد. إيه شو أكيد ليش بدها تكون هالقد غالية؟ لأنه كله بدها حسابات. بنتفق على شغلي. أول شيء الصناعة اللبناني أنت بدك إياه يضل، ما بدك إياه يسكر. إيه؟ بدك إياه يسكر؟ لا أكيد. إذا ما بدك إياه يسكر لازم يعرف سعر، وإذا بده يعرف سعر تقريبا معدل الصناعة اللبنانية فيها 30-40% مواد أولية. 30-40% مواد أولية هيدي الدولار. على أي أساس بتسعر الدولار؟ وإذا وهيدي أصعب شغلة للصناعة اللبناني، لأنه الصناعة اللبناني تاجر بعد بسموه الكاش سايكل، يعني بين ما يشتري البضائع ويجيبها على المستودع ويبيعها هالبرمي كلها حسابها بتاخد 3 اشهر، مع الصناعه بتاخد 6 اشهر. لما بتجي المواد بحطها بالمستودع، بيرجع بيصنعها، بيرجع بيحطها بالمستودع، بيرجع بيعطيها لموزع، بعدين بتروح على هالبرمي كلها. بس ما يكون اشترى البضائع ورجع باعها واسترد مصرياته من السوق تيعرف اي سعر بده يرجع يستورد المواد الاوليه، في خساره هائله اذا الليره عم تطلع. وهذا يلي عم بيصير بالصناعيين، وانا كثير خايفين على الصناعيين اللبنانيين اذا عملوا غلطه بهالموضوع ما بيقدروا يكفوا. يعني بيشتروا اول 6 اشهر بلموا مصرياتهم من السوق اللبناني بالليره، بيجوا تيشتروا دولار تيشتروا مواد الاوليه بيكون فرق السعر 4 مرات. هذا اذا ضل في دولار. يعني هون هيدي الخطر اللي كثير كبير، لازم نتفق كلنا سوا عليه، انه نحن اليوم رايحين على محل كثير خطر. ويلي صار بالازمه الموجوده اليوم كل الناس بتقول يا الله يا ليش صارت هالازمه، وكلنا كنا عايشين كثير حلوين مبسوطين قبل بسنه. انا بدي اقول لهم للبنانيه نشكر الله اللي صارت الازمه هلا، مش بعد سنتين، بعد سنه ونص، لانه بعد في عنا بالبنك المركزي شويه دولارات بنقدر نشتري فيهم قمح وناكل. البنك المركزي وصل لمرحله اليوم في عنده يمكن بعد مش دقيق الرقم، لانه في كثير حديث على الارقام، وهلا نحن نحكي عن حديث الارقام اللي موجود اليوم، وال اذا بدك صار مش بس تضارب، صارت سلعه عم تستغل اعلاميا يعني. وهذا شيء ما بيسوى ابدا، لانه هذا موضوع لازم يكون فيه دقه وشفافيه. وفي يعني مثل بالطب، واحد ما في يقول انه يي هذا المريض لا يمكن كانسر، لا يمكن مش بس هيك، انه لا بتروح عند مريض بيقول لك هذا ساخن كثير وحالتك تعبانه ولازم تاخذي ادويه وتعملي عمليه وكذا، ما بيعجبك الحكيم لانه خبريته عاطله، بتروح عند واحد ثاني بخبرك بكره ولا يهمك، روح هي شيء شاب ما يمثل لي كمان على بكره بتزبط وما بدك شيء، ما بدك شيء روح ابضاي. بتبسط منه، بتنبسطي، هي شو حلو شو مبسوط شو لذيذ هالحكيم. هيك بنحكم؟ لا، نحكي بالارقام. بس على كل حال هلا بنحكي اذا 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 لو صارت هالازمه بعد سنه ونص، لو صارت هالازمه بعد سنه ونص وضلينا ماشيين مثل ما كنا ماشيين اخر 5 سنين، كنا عم نحرق بالشهر 1 بليون مليار دولار بالشهر، عمله صعبه عم نحرقها، يعني عم نكبها لبرا ونجيب فيها قصص ما لهم طعمه. لكجيريوس ولكجيريوس بلس وهي اوعى حدا ينسيها. شو مليارين دولار منهم عم نحرقهم بكهرباء لبنان. هاي بعدها هيدي الجريمه، لك هيدي جريمه الجرائم، جريمه الجرائم. على كل حال في كتير قصص نحكي فيها اليوم، ما بعرف ايش يلا رح نحكي، بس مازال عم نحكي عن يمكن ما نوصل، بس انا بس بدي اقول لك، بس بدي هالفكره بدي شاركها مع كل المستمعين. نعم. نحن هلا عم نواجه المرض،
لو واجهناه من 5 سنين كان أخف وطأة، بس كان كنا وجعنا من 5 سنين وصحينا. اللي عم نوجعه هلأ أوعى حدا يفكر أنه لا تعال نطبه على جنب وبنحكي فيه بعد سنة ونص. لازم نوجعه يعني. بعد سنة ونص بكون فنزويلا مزبوط. فنزويلا شو صار فيها؟ تأخرت تأخر شيء ما عند شيء تشتري فيه، ماتوا من الجوع. قبل ما نجي نفصل شو لازم تعملوا أنتوا كدولة لما نصير مثل فنزويلا. أكيد مش مشاهدين اللي موضوع الدولارات عم تعد مواد أولية أساسية مصرف لبنان بيدعمها. طيب هل أنت مع الخطوة اللي حصلت من أسبوع تقريبا ضخ دولارات للصرافين معروف وين بيروحوا؟ لا أنا ضدها وعلقت أول واحد علق عليها. أنا بعتبرها هي جريمة وهيدي غلطة كتير كبيرة. نحن اليوم في عنا فكرتين، هل نحن ندعم الليرة بهالطريقة أو ندعم الغذاء والأساسيات؟ أنا مع دعم الغذاء حتى لو كنا بوضع كتير خطر اسمه التهريب. اليوم بس تدعم الغذاء بحاجة للدولار يعني كان لازم يضخهم بالمصارف وبسعر طبيعي. خليه يكون غالي لأنه ساعتها ما بيكون عم بيروح تهريب لناس مش لازم يروح لهم وبرخيص. لازم يروح بالسعر الطبيعي، ولكن قبيلة بده يكون في عندي دعم للعيال بطريقة ذكية للسلع الأساسية. ويمكن إذا صار الوقت يكون عندنا جرأة كفاية نقول مش لازم ندعم بقى البنزين، مش لازم ندعم هاي كماليات. أنا مع أنه ضلني مرتاح بنزين كماليات بتفكري فيها مزبوط. بأيام اليوم بين عملية قلب مفتوح وبروتيز للورك ومكنة السكانر اللي بدها تمشي اللي مش عم تمشي والأمصال والأدوية اللي مقطوعة والبنزين، لا هوديك قبل. لأنه انطرح من أسبوعين ثلاثة فكرة أنه إمكانية زيادة 5000 على البنزين قامت القيامة، مشان هيك بنحب نسمع منك أنا إذا فعلا أنا إذا بدي يجب يكون بي الصبي أنا إذا بدي يكون بي الصبي وأنا تعودت مع الإعلام وتعودت مع مستمعين اللي بيسمعوني من سنين كون صريح وأحكي أوقات قصص ما بيحبوا يسمعوها. يعني أول شخص حكى على المجاعة وزعلوا مني صار يقولوا لي انه يي انت عم تهجم على العهد، انت يا اخي مش عم بحكي سياسه انا، انا عم بحكي واقع اقتصادي مالي واصلين لهون. انا عم اقول لك اليوم حان الوقت نتطلع في هذا الموضوع لانه في اولويات غيرها، مش لوحده. هلا بيطلع الناس بيقولوا يي هو عم بدك تغلي تنكه البنزين، يا اخي لا مش عم فكر غلي تنكه البنزين، عم فكر رخص الدواء، عم فكر يرجعوا يشتغلوا مستشفياتنا. امن الدواء. بتعرفوا انه اليوم انا كنايب كسروان يعني مشغول بالي انه بكسروان ما بقى في اي ار ام ماشي؟ عم تسمعيني؟ ما في ام ار اي ماشي لانه المكنات بدها سبير بارتس حقها 150 الف دولار 200 الف دولار كل سنتين بغيروه، ما حدا حيدفع. يعني إذا في قرارات جريئة على غرار عدم أو وقف دعم البنزين أو زيادة 5000 ليرة لازم ناخده بالوقت المناسب، لازم تتفهم. ما نتأخر. وأنا بدي أقول في مواضيع تانية كمان صعبة لازم ناخدها بسرعة كتير. مثلا أول شيء بالكهرباء، هيدي قصة الكهرباء خبرية طويلة عريضة. تاني شيء كل المواضيع الأساسية يلي اسمها كل أملاك الدولة اللبنانية يلي اليوم هي عم تندار بطريقة هدر أساسية وهي أساس البلد كله، كل أساس البلد بلبنان هو العجز يلي صار بالموازنات الدولة اللبنانية يلي ناتج من شو؟ ناتج من أنه الدولة اللبنانية القطاع يلي اسمه القطاع العام اللبناني مش عم ينتج عم بيكلف أكتر ما عم ينتج، وهيدي لأنه في عنده مدخرات 6 أو 7 أساسيات بإيده ما عم يعرف ينتج فيهم. من هيك بأسرع وقت حكيين بالخطة خلق صندوق السيادة، تحكي خطة الحكومة. نعم نحن من الناس اللي حكينا فيها من شهرين ثلاثة أكتر قبل الخطة بشوي، بدنا صندوقين سيادة بأسرع وقت بلبنان بأسرع وقت. ليه صندوقين؟ صندوق للمؤسسات للشركات للستة أو سبعة، وصندوق للعقارات للدولة اللبنانية، وهودي اثنيناتهم فيها ننتج فيهم ونخلق القيمة المضافة المطلوبة، وساعتها بنعمل النهضة المضبوطة. وكل نهار بنتأخر وعم نبرم بأرضنا، لا نحن مكسورين هالقد، لا مش مكسورين هالقد، لا الدولة عايزة هالقد، لا الدولة مش عايزة هالقد. مش مهم كيف تحسبي اليوم سند الدولة اللبنانية،
فيك تحسبيه أنه هو بعد 5 سنين دح قيمته بعدها مثل ما هي، وفيك تحسبيها صفر حسب شو بتعمل من هلأ لخمس سنين. أنا اليوم إذا بتقولي لي هذا البلد، هذه الشركة، شركة جنرال موتورز هلأ، أو اليوم كتير بيحكوا عن بوينغ أو جنرال إلكتريك، أنا إذا بتقولي لي اليوم سهمة نزل وكله بعد 5 سنين رح يصير صفر، إذا فكفكناها وبعناها وكسرناها وما عرفنا نعمل فيها شيء، وفيها تكون سهمة 10 مرات أعلى، إذا لا حطينا القرار اللازم وحسنناها، بقى اللبنانية بأسرع وقت بدهم ياخذوا قرار على موجات الدولة اللبنانية. بلشت بموضوع الكهرباء، طيب أنت نايب يعني وعارف خطورة الوضع وعارفين كل الناس تبلش تحكي بالكهرباء، عملتوا شيء يعني طرحتوا ثقب وزير؟ أنا أكثر شيء عملته أكثر، يعني أكثر فيني أكثر من هيك بصير معرض للقتل يعني. لا عم نحكي غير الكلام، أنا جبنا الكهرباء، لا عمل نحن جبت، أنا جبت الغاز السائل أو الغاز المضغوط من مصر، عملنا مؤتمر صحفي طويل عريض بكسروان مع 5 نواب، مش إذا فايقين وقتها من سنة، مشكلة قد ما بصير في قصص بالبلد، من سنة وقتها صوروا لنا صورة مرعبة أنه كسروان وجبال والساحل اللبناني، بس خاصة كسروان وجبال أكثر نقطة بالشحب البحر الأبيض المتوسط فيها بولوشن، ومن أكبر نقط بالعالم فيها NOx إذا فايقين صورة الجرين بيس الشهيرة. بناء عليها عملنا دراسات لقينا أنه المشكلة الأساسية أنه عم يحترق 4000 طن بالنهار هيفي فيول أويل بنقطة واحدة، هيدي عم تحول الزوق وهالمناطق، يعني يمكن يرفعوا دعاوى، على فكرة بحب أقول لك من هلأ في دراسة دعاوى على الأشخاص على وزراء أنه كل واحد منصاب كانسير في يرفع دعوة بهالموضوع، أنه كيف يا خيي أنت ما بتعمل شيء وبتخلينا نموت من الكانسير. بقى هال4000 طن هيدا الفيول اللي صار هيدا كان فينا نغيره بكبسة زر لو مشينا بالغاز السائل من مصر يلي اشتغلنا عليه وجبناه كنا وخلصناه ودرس مزبوط، وللأسف بآخر شيء صار فيه أو شيء تغيرت الحكومة، وقبل ما تغيرت الحكومة صار فيه تأخير كتير بهذا الموضوع. هذا موضوع الكهرباء. موضوع مواضيع تانية. عم بحكي عن موضوع الكهرباء غير البوليوشن اللي هي مهمة وأساسية، ولكن عم بحكي عن لا العجز المالي. إيه؟ هي بتوفر هيدي 100 مليون. مصاري، عم نحكي عن سلعات، عم نحكي أنا نسيت عن نسيت أقول لك أنه هذا الغاز المضغوط كان بيوفر على الكهرباء لبنان بس بالزوق 80 مليون دولار بس بالزوق. طيب. لو عملناه بكل لبنان نوفر نص مليار دولار. فإذا أنا بتصور تأخرنا كتير. موضوع التاني الكهرباء هلا شو عم نعمل فيها؟ ما بمشي وقف، هيدا هو بخطط خطط 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 هيدا كل الوقت، هيدا اللي خطط هيدا اللي عم هيدا اللي عم بيصير، وهيدا اللي وصلنا لهون من اخر 10 سنين، لانه عم نعلق مع بعض. وللاسف بلشت اتاكد انا انه الطبقه السياسيه اللبنانيه بتبدي مصالحها الخاصه، هي وعم تغرق الباخره، بضلوا يفكروا وين بدهم يقعدوا كيف بدهم ياخذوا تعييني من هون، بنص الأزمة بنص الحريق بنص الكارثة واحد بيفكر كيف بدي اخذ تعيين شخص وشخص هوني او مدير هوني، يا عيب الشوم بلدنا عم بيروح. بدل ما نفكر بالصورة الكبيرة بنفكر بالصورة الصغيرة، هيك 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 معقول نخلص البلد؟ من هيك انا كثير عم اقول لك انت متشائم، مش بس لا انا بالاخر متفائل، بس انا لو كنت من الطبقه السياسيه الموجوده بكون كثير انت متشائم. منا استاذ انا من وين لوين انت انت نايب بمجلس نايب، ايه يعني هلا صرت منا لا تنتفع يعني شو هي الطبقه السياسيه، انت داخل مؤسسه، لا هلا بدك تخبريني انا مثل الشباب الطيبة يلي سووا 20-30 سنة قاعدين بعينه، اقول صرت بمحل قادر تعمل شيء اكثر من انت خارج المؤسسه. بس هالفكره، بس هالفكره، انا لو كنت من الطبقه السياسيه اللي عم تحكي عنها كنت متشائم كتير هلا، لانه بكون عم شوف نهايتي، لانه بكون عم شوف هيدا الزمن عم ببرهن انه كل الطريقه اللي كنت عم يعملوها قبل خطا بخطا بخطا وحملت مسؤوليه هالقد كبيره. بس عم تقلي بعدها مستمره هيدا النهي، بعده مستمر اكيد، بس على اخر صار انا بنظري. هل ترى اداء الحكومه جيد أحسن نظرا؟ احسن بكتير، احسن بكتير من ما الناس عم من الطبقه السياسيه عم تقول، خلينا نتفق احسن بكتير من ما الطبقه السياسيه عم تقول، لانه الطبقه السياسيه يلي هي بتعتبر كانت
أنه عم تنبش على حدا تحط اللوم عليه. جابت هالوزارة وجابت هالرئيس الوزارة تمام. هيدا كتير حلو نستعمله لاقة صواعق. تعرفي كيف هيدا لاقة صواعق؟ إيه. أنه هو بيسحب كل الصواعق اللي عليه، هو بيخدهم، بعد شهرين ثلاثة منطق الديجونكتور، نحرق الفيوز، ما بيسوى هيدا، هو العلة كلها هو تعطى نحلها. وبلش حرق يعني بلشت تنفذ مهماتها هالحكومه. الحكومه المهم الاولي كانت هالحكومه، بتعرف شو كانت؟ تعمل هالخطه تتقول للكل الفجر الوعي. لا في شيء قبل ما تدفع الديون، لا لا قبل هودا الشيء كانت الخطه الاساسيه تقول دور هالحكومه الاساسيه تقول انه سرقنا لكم مصرياتكم. ما كانش حدا عم يسترجي يقولها. حلو، جابوا حدا يقولها أنه نحن كسياسيين صلنا 20 سنة نضحك على كل هالعالم. العالم مش العالم لوموند، مش العالم، الناس، على الكون، الناس والكون والكون. أنه خيي تعوا حطوا مصرياتكم بالبنوك اللبنانية ولا يهمكن. أوكي، هن شو عاملين؟ عاملين أسطر من وراء بيسحب من البنوك وشي عم بيلوموا البنوك. لا، الفضيحة أنه عم يلوموا البنوك، سرقتوا لهم مصرياتهم للناس وللبنوك وعم تلومون، عم تلوموا البنوك أنه هن دينوا الدولة اللبنانية. بدل ما تلوموا شو عملتوا مصريات اللي خدتوهم على الدولة اللبنانية، حدا في قال لي شو عملوا فيهم هالمصريات؟ أي أوتوستراد عملوا؟ أي محطة كهرباء عملوا؟ أي صرف صحي عملوا؟ شو عملوا بال 90 مليار دولار؟ فيك تقولي لي شو عملوا؟ 90 مليار دولار دين. نحن بين معنا بهالدراسة أنه في 90 مليار دولار دين موجودات البنوك يلي عطيت 120 مليار عطيته للدولة اللبنانية. 120، معقول؟ لا، وبيجوا إلون عين، إلون عين بكل عين وقحة يجوا يقولوا لا أنتم بكون تتعاقبوا لأنه دينتونا. هلأ بتقولي لي مسؤولين هني كتير مسؤولين، بس كتير أقل المصارف، بس كتير أقل. بنك المركزي مسؤول أكتر، بس المسؤول الأساسي هي الطبقة السياسية. يعني أنا هيك بشبهها مثل الولد عم بحشش، عم بحشش وعمل أوفردوز رح يموت، بيجوا بعقبه قال لي كيف كنت تعطيني مصاري يا خيي؟ ما كنت تضربني، تيجي تقتلني تقشطني مصرياتي. كان يجي هذا الولد انه ليش المصارف ضلت تدين اذا شايفه دوله مافيه وعاجزه؟ هو ليك هن ما كانوا يجوا ديركت، البنوك كانوا حذرين. عم بتطلع بالارقام هلا، اني خلصت مثل ما بيقولوا راحت السكره واجت الفكره. جينا عم نطلع شو عملوا. كانوا عم ينتبهوا البنوك قد ما فيهم نسبيا، خاصه باخر ايام، بس كيف كانوا، كيف خسروا، كيف اذا بدك ضعفوا، وقعوا بالتجربة إذا نسميها. مصرف لبنان كان يغريون فوائد العين، اغراءات مصرف لبنان من هون، مصرف لبنان أو يعني كانوا عم يحققوا أرباح، ما كانوا هالقد مظلومين. أكيد هي ريسك إيكوال جين، هو عم ياخد ريسك الزلمة وفكره أنه ماشي الحال، عم تقطع معه. البنك المركزي كل يعني بدل ما مثلا بتقولي لي طب ليش ما قطعش من 3 سنين؟ لا، ما عمل اللي عمله اليوم من 3 سنين. أنا بقول لك كان لازم يعملوا من 3-4 سنين، بس هل كيف يعملوا سياسيا؟ هو اليوم وكان اليوم اللي صار من شهرين، وشفت شو صار مع البنك المركزي لأنه سكر الحنفية. لأنه سكر الحنفية، شو صار؟ كان بدهم يطيروا حكي مصر لأنه وقف. بعد في عندنا 25 مليار دولار بدهم ياخذوهم. هل قد لخصية ما بقى؟ أنا بترجى اللي عم يسمعني اليوم يعرف شو القسم، شو المشكلة من الأولى لآخرها. المشكلة أنه بعد في كان 25 بدهم يطيرون، كانوا ضايعين بعد 8 اشهر كمان سنة. هون الارقام، البعض يقول 18، البعض يقول 20، ما هو عم تفرق بس حسب يعني حسب ايمتى السؤال. طيب، ما هو نزيف وماشي ما توخزيني من 4 سنين كانوا 50 و60. طيب، لكن اول مهمه كانت على الحكومه انه تعترف للشعب. هلا عم تحكي لي عن المصارف انه مسؤولين اقل، انه عملوا ارباح المصارف، هي المشكله ودائع الناس، على ودائع الناس. اخر شيء راحوا مين اللي خسران اكثر شيء؟ ودائع الناس اكيد. طيب، اليوم مصريات هالناس، مصرياتي ومصرياتك، مصريات كل هالناس يلي بالبنوك اللبنانيه اليوم هن طارت. عمليا طارت، قبل ما نقول هل بسرعه كثير طارت، بس عمليا اخذهم البنك المركزي غير ال 50 مليار يلي مدينين فيهم
اللبنانية يعني بتعرف البنوك أخذوا 150 مليار مدينين أو 160 مدينين شي 40 أو 50 مليار بالسوق المحلي. نعم. وفي 120 مليار 120 عاطينه للبنك المركزي. البنك المركزي شو عامل فيهم؟ مدين الدولة اللبنانية وشاري لها فيول للكهرباء بشي 30-40 مليار دولار وعمل لها. وإذا بتحسبيها كلها سوا بين أنه نيجاتيف، أنه طاير. يعني إذا هيدا يلي خوف كل العالم، وهيدا يلي لجنة المال قالت لا ما فيكم تحسبوا. هلا بيجي على لجنة المال. بس سؤال تاني، هلا عالم كتير عم يسمعونا أكيد رح يقولوا يا ريت منى بتسألوا إذا رح نرجع نحصل مصرياتنا. الناس ما عم تاخد مصرياتها من البنك، بس هلأ عم بيقولوا لهم ما بقى في ودائع، في على الورقة بس ما في مصاري. ليكي في مشكلة هلأني أكيد اليوم في مشكلة، ولكن إذا بنعرف نتصرف، وأنا بدي أقول له لللبنانية إذا بيعرفوا يتصرفوا. شو يعني يتصرفوا؟ يعني يعرفوا ينتخبوا بالانتخابات القادمة، يعني يغيروا كل المنظومة السياسية لنقدر نقول أنه من أصلاحات كبيرة جذرية بقطاع الدولة اللبنانية. هل قد الموضوع كبير؟ أنا بقول لك صندوق السيادة اللي بدنا نحط فيه أملاك الدولة اللبنانية إذا ما بنعمله ما رح يرجع المصريات. نسمع هالكلمة، هو أحد يفكر بتفسر لنا بس ينعمل الصندوق شو بيصير؟ بيصير فيه مصاري؟ لحقلك شو بيصير. أول شيء بيشيلوا الكهرباء والتليفونات والمطار والبور، بيشيلوها من إيد السياسيين، أنه بقاش حدا يدق فيها. هاي مين بديرة؟ بتحطي صندوق سيادة. نعم. بتحطي هالصندوق السيادة هيدا بملك الدولة اللبنانية، ولكن البورد عليه المسؤول عنه ما قالوا عليه بالسياسيين، مسؤول عنه ناس أول شيء اللي مدينين الدولة، يعني البنك المركزي، يعني صاحبين الأوروبوند، يعني بنوك، يعني في ممثل للدولة، بس الدولة اللبنانية ما بتسيطر عليه. هو هذا البنك، يعني هذا هو ما في ثقة بكل هول اللي سميتهم، بعتذر يعني. طب أحسن السياسيين يمكن تجيب شركة أجنبية أفضل. ما هو لا هي ما هي سوري ما هو هذا شو بيعمل؟ هذا ما بيدير شركة التليفونات، هذا بيعمل مثل أبل دوفر ليجيب شركات تدير. وساعتها ببلش المودع يرجع له مصرياته. بس أهم شيء يوقف الثقب الأسود يلي عم يسحب لنا مصرياتنا. في نية ينعمل هيدا الصندوق؟ حطينا بالخطة. طيب كنت عم تقولي أول مهمة للحكومة ونجحت فيها تخبر إنه سرقونا، إنه انسرقنا. تاني مهمة شو ونجحت فيها؟ هلا انتبهي، كهرباء ما نجحت، هينا الخطه وسلعت التعيينات، شفنا كلنا كيف صارت. ما في شك انا عم اقول ورقه ما نجحت. هي شو قصه نجحت؟ قصه انه خلوها تعمل هالشغله لانه هن جايبينها مشان هالشغله. بس ما لازم كيف تعمل؟ ما شو عم تعمل؟ ما هو اول شيء انا بدي اقول لك تنحكي مظبوط، انت وصفتها بالجيده يعني انه احسن من اكيد. انه انا بنظري حكومه من هلا ورايح اذا بتساليني الحكومات يلي لازم تعمل هالتون اراوند بلبنان، هالتكويعه الاحترافيه بدي اسميها، بدها تكون تشبه لها. يمكن هلا ني بيرجعوا بيجيبوا حكومه سياسيه رح يشوفوا انه ما بتحل المشكله. من هلا ورايح مجلس النواب ما لازم يكون هو المراقب، والحكومه ما تكون صوره طبق العصر على مجلس النواب، تكون حكومه تقنيه تشتغل تتحاسب من الحكومة. انت مع تغييرها هاي وتجيب حكومة بعيدة كل البعد عن السياسة؟ يعني انا بعتبر وفي شغل على بهالاتجاه، مش مع في محاولات، بس اكيد مش ليجيبوا وحدة ابعد، ليجيبوا وحدة اقرب. بس انت كنعمة فريم ما عم تجلدها للحكومة. لا. يعني ماشي، انا بدي هيك تعرفي موقفي من هذه الحكومة. عم بون اذا بدك عم بنصفها اكثر من غيري. مش عم بقول انه هيدي المثالية، لانه تتعرض لحملة حملة جلد. انا ما بوافق لانه بعرف قديش على الكتف حمال من الطبقة السياسية. بس خاض على السياسيين هالحكومة أو لا؟ عجبتك التعيينات؟ عجبتك خطة الكهرباء؟ لا خطة الكهرباء انتبهي عجبتني. لا أنا بعرف ميزان القوة، ما هي إجت لما تكون تابعة لحدا. لا 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 ولو لا مش هيك. هذه لل طيب. اوكي للاستهلاك المحلي والعالمي بس شعبي. بس هي على الارض لا. بس هي عمليا المقاومه فيها انه اذا لاحظتي مثلا تناخذ مبدا سلعتها قديش الميازين القوى بتقول انه كل لازم ماشي يقولوا اوكي انا عم اعمل سلعتها وما اعمل هي وما اعمل هي وما اعمل هي ما قالوا هيك.
أخذت آخر شيء. لا نحن الخطة القديمة بنعتبرها أساسية، بتبلي شيء بلكن بنبلش من هالمعمل وهالمعمل ومنشوف بعدين شو رح يصير. هلا بتقولي لي هيك هيدي الخطة، هيك لازم يكون الموقف المثالي، بقول لك لا، بس ميزان القوى خليها تطلع. لأنه في ناس تقول ما في لزوم لثلاثة، اثنين بكفوا. يعني ليش عم بقول يعني بعدهم سياسيين هن دايرين؟ أكيد 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 أكيد. بس ما فهمت إعجابك بهالحكومة. لأنه أنا عم أقول إنه البديل يلي كان قبله واللي كان قبل قبله وقبله وقبله كانوا أضرب بكتير. أوكي. كانت تعني كان في سرقات ونهب وملفات فساد. خليني أرسمها هيك، إذا رايحة باتجاه الغلط، إذا الترين ماشي سريع بخوفني أكثر من إذا كان ماشي بطيء. هاي الحكومة رايحة باتجاه الغلط بس بطيء، هيديك وهوديك يجنوا بسرعة هائلة، يعني تفرق معهم بالسنة أرقام خيالية. أوكي، رح أخذ بريك، بعد البريك رح تخبرنا بقى ساعتها، رح نفوت بالتفاصيل، مش تفاصيل يعني، خطة الحكومة شو عملت شو صار بلجنة المال. نعم. توحيد الأرقام أو لا، بعد في تجاوز شو صار بلجنة الاقتصاد يلي 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 كمان هلا بنحكي عنه. أوكي، وإذا في فلوس من صندوق النقد، لأنه كتير ناس ضلعين بيقولوا ما في مال من صندوق. نعم. النقد. فصل وأتابع الحوار مع نائب نعمة فريم. أتابع الحوار مع رئيس لجنة الاقتصاد النائب نعمة فريم. ممنوع الرد على التليفون. نعم ممنوع. خليني فوت باللي حصل، يعني أليس من المعيب أنه يكون في عنا ثلاث أرقام، أرقام للحكومة، أرقام لجمعية المصارف، أرقام لمصرف لبنان، الفرق بيناتهم يعني مش كبير، شاسع كتير كبير. بتشتغل لجنة المال عليهم أو اللجنة الفرعية المنبثقة منها، بنرجع بنحكي إنه لا أرقام، يعني شو هل إشارات إيجابية هاي لصندوق النقد أو غير صندوق النقد للمجتمع؟ حلو سؤالك، لأنه فيها تكون إيجابية فيها تكون سلبية. وين إيجابية؟ يعني البلد مضعضع. لا فيها تكون، فرجيني وين فيها تكون. أول شيء طبيعة العمل هيدا، في واحد يقوله مثل ما بده، يعني في يقول أنه سندات الخزينة اللبنانية بعد 10 سنين قيمتها صفر، لأنه اليوم الدولة اللبنانية عاجزة. وفيها يقولوا لا مش صفر، لأنه الدولة اللبنانية أخذ قرار تعمل إصلاحات كبيرة، وهيدا السند الدولة بس توقف العجز وتصير دولة محترمة. هيدا السند بيصير سند بالعكس، بيصير قيمته دوبل. أوكي. فإذن هذه وجهتين نظر، تنيناتهم مظبوطين حسب إذا أنت بتصدقي أنه الدولة اللبنانية حتعمل اللي عليها أو مش حتعمل اللي عليها. هيدا الفرق الأساسي، وللأسف أو يعني عن نوايا عم تشتغل، بس احنا عم نحكي عن مال وأرقام. لا علاقة بالثقة. إذا الفرق بين، وأنا بدي أقوله هلأ يمكن مش كتير لكم زميل يمكن هيك يزعلوا مني، بس بدي يكون بدي يفهم علي الناس. أوكي. الحكومة والمستشارين اللي كتبوا بالحكومة ما عندهم انتخابات. أوكي. ما بدهم حدا ينتخبوا، حطوا صورة كتير قاتمة وحطوا صورة اعتبروا فيها أنه الطقم السياسي اللبناني فاشل. اوكي. وما تصدقوا شو بيحكي. اوكي. واعطيناهم 15 سنه، البنك المركزي اعطيهم 15 سنه اشتري لهم فيهم وقت تيصلحوا الكهرباء ويصلحوا البنى التحتيه ويعملوا بلد نموذجي ويعملوا وصار يقنع المغتربين اللبنانيين يجيبوا مصاري على لبنان، وما عملوا شيء. طيب شو اجى قال لهم اللي كتب هالخطه؟ قالوا انتم جماعه حراميه كذابين، مش رح تردون لهالمصريات، لأنه لو كنت تردون كنتوا رديتون. أوكي. لو بدكم تشتغلوا كنتوا اشتغلتوا، روحوا ما بتسووا، كل الدين اللبناني قيمته صفر. إذا بتحطيه على الورق والقلم هيك بيطلعوا البنوك مفلسين، بيطلع الشعب اللبناني راحوا مصرياته كلها، وبيطلع عن جد السرقين
يلي عم بيقولوا عنه سريين طلعوا سريين. في نظرية تانية بتقول لا يا جماعة روقوا 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 شوي روقوا شوي روقوا شوي. نحن بعد بدنا نتأمل ونقول هودي الشباب رح يصلح رح يصلحوا. في طبقة تالتة بتقول لا لبنان لبنان ما رح ينهار. هذا الناس اللي مثلي مثلا بتقول لبنان ما رح ينهار. تعرفي ليه؟ مش لأنه الطبقة السياسية رح تغير، لأنه رح نغير الطبقة السياسية وساعتها لبنان رح يزبط. حلوة. بقى أنا بدي أقول لكم مش شغلي. أكيد أنه رح نغير الطبقة السياسية. هون صارت العملية. بس أنت عم تتعاطى أستاذ نعمت مع صندوق نقد، يعني ما بنقدر نشتغل على النوايا. مين متفائل مين متشائم؟ بلا أساس الصندوق، أساس صندوق لا ما في أرقام. هل بدي أقول لك إياها الأرقام؟ لأنه مش عم نحكي على اليوم، لما عم نحكي على 15 سنة. عالج الكهرباء بدك ايه؟ توعدوا إنه بدنا نغير الطبقة السياسية لنغير الكهرباء. إذا غير إذا الكهرباء تغيرت صندوق النقد بيفرق معه دوبل او تريبل دعمه. عم بعطيكي اكزامبلات حيه. اذا انت اليوم بتقولي انه انا طب يعني ما قامت به لجنه المال ما له قيمه؟ لا له قيمه. له فرجتك الصوره. اول شيء خلي خبريه لجنه المال عملت دور كتير مهم. ايه اول شيء وقفت الهجوم على البنوك انه هن هودي هن الحراميه ولازم نفلسهم تيمشي الحال. ما هو طب يعني خطة سوق الحكومة سوق ما هو معك. سوق استعمال سوق فهم خطة الحكومة هاي هي بيت ما هو سوق فهم خطة يعني الحكومة. يعني خطة الحكومة جيدة ولكن أسيء فهمها أو هجموا علي عن قصد. لا هن فهمها. مش سوق استعمال الخطة. هذه الخطة معمولة لتوعي كل اللبنانية أنه شباب ما فيكم تكفوا هيك. أنتوا إذا بتتصرفوا بالمستقبل مثل ما تصرفتوا بالماضي انتوا واصلين على 100 على 90 مليار دولار خساره. أوكي. كل الدين العام اللبناني مش رح نرده. يعني عمليا البنوك صاروا صفر، يعني المودعين صفر، يعني البنك المركزي فلس، يعني لبنان خلص. هيك قلت لكم. أوكي. بس مش يعني انه فلسوا البنوك تعالوا نفلس البنوك. شو صار؟ اخذوها واستعملوها بالسياسه بمحل راحت اخر شيء على البنوك على البنك المركزي. لو خي تعطى خبرك وخبرية ما فيك فيك تغيروا الخبرية كلها. فيها تصير هيدي تبليشة التغيير الأساسي. نجي على الكهرباء، نجي على المي، نجي على التليفونات، نجي على الطرقات. ما بنخسر، بيصيروا يربحوا. وأنا بقول لك موجودات الدولة اللبنانية لأنه نحن هلا ني بدي وقف شوي وارجع على الخطة على خطة الاقتصاد والتخطيط. لجنتنا يلي قبل الانهيار التام بست أشهر عملت خطة بتسفر العجز بخمس سنين. وبس يصير العجز صفر بخمس سنين بدينوك الناس بيطلعوك من 90 مليار بنوصل لل 105 مليار وبنرجع بننزل بخمس سنين. عم بحكي بنوصل لل 105 ليه؟ لأنه في خطط عم تتنفذ مزبوط. إذا عملت خطة مزبوطة سو عمليا إذا اليوم بتقدر تقنع المجتمع الدولي والبنك والاي ام اف أنه أنت لح تغيري إداء بكل معنى الكلمة السياسي في لبنان تتغير كل هالأرقام زيتها بتصير تبرم. ما بتقولي تفلس البنوك، ما بتقولي تقولي أنت أنه سندات الخزينة اللبنانية يلي بعد العشر سنين قيمتها صفر. وهيدي خطة المال، هاي وزارة المال اللي لجنة المال اللي عملته أخذت لجنة المال هالأرقام وقالت أنا ما فيني أعتبر سندات الخزينة بعد 15 سنة قيمتها صفر. ليش؟ لأنه الشعب اللبناني واعي. لانه هيدي هون وقفت هون انا عم كفي بقول لك لانه الشعب اللبناني واعي رح يغير الاداء في لبنان. هيدا ما رح يقبل ثينكينج يعني مش اكيد. لكن انت عم تقولي الحكومه مع حكومه مع لا انا ما كنت عارفه انه بتقيموا الاوراق الاصلاحيه او الاوراق اللي بتقدموها على النوايا وعلى اكيد. ما انت عم تحكي عن المستقبل. انا اليوم بس دينك انا اليوم بس دينك بس اخدي دينك مصاري. على اي اساس دينك؟ دينك اذا انا بوثق فيك ولا لا على نيتك. بس بتدين مش بس عن نية. على شو؟ على في اجراءات بدها تتنفذ قبل ما يدينك. اها إيه؟ ما هو هيدا اللي عم بقول لك اياه. انت اليوم انت دينوك اوريدي. ما انت تدينتي اوريدي. إيه انت بتدين 90 مليار هلا طالبين عن جديد فلوس قبل. ما هي ليش طالبين؟ طالبين تتردي كمان الدين القديم. اول شيء عندك موضوعين موضوع الدين القديم يلي متدينتيه بده يستحق. مزبوط. كل سنه بده يستحق. هاو اجت الحكومة قالت تعرفوا شو؟ هودي الشباب هودي الشباب مش بس ما عردهم هودي الشباب هي اون تيوري معك ترديهم
لأنه لو الكهرباء بتعمل تاني بينعمل مثل ما لازم، بالتليفون بينعمل مثل ما لازم، بالمطار بينعمل مثل ما لازم، بينعمل بالطرقات مثل ما لازم، بلبنان بسكك الحديد مثل ما لازم، معك ترديهم. بس شو قالت الحكومة بتعرفوا شو؟ أنا بعرفهم هالشباب رح يعملوا المستقبل مثل الماضي، يعني عمليا مش رح يقدروا يردهم. ليه نكذب على الناس؟ تعال نقولها هيدي الفجة الواقعية لكل الناس عم يرموا بأرضهم هلا. ما هو أنا كتير مبسوط بهالشغلة بهالمنظر. عرفت كيف؟ مثل واحد كانوا ناس عم تلعب هيك بالعتمة حدا شايفهم مبسوطين تا تا تا، وبعد في 20 مليار ناطرين كيف بدو يخلصون. اجا واحد ضوى عليهم صاروا يفوتوا ببعضهم، عم يركضوا يفوتوا ببعضهم. هلا اليوم هيك عم بصير، هيك عم بصير اليوم. تعوا خيي لا ما فيكم تكافحوا مثل الماضي، والا هيك بصير. يعني انت اللي قلتي لي اياه هلا اكد لي ريفلكسك انه ييه هو مش هيعملوها، لا اكيد مش هيعملوا الكهرباء، اكيد مش هيعملوا التليفون، اكيد مش هيعملوا الطرقات. هذا الريفلكس اللي قلتي لي اياه. انا عم بشوف كيف صارت قصه الكهرباء من جمعتين. نعم هيدا اللي عم تقليه مزبوط، باكد انه ورقه الحكومه مزبوطه. لانه اذا ما عملوا شيء ورقه الحكومه مزبوطه من هيك. بس انا عم بجي اقول لك لا بدنا نغير، لانه هالقد الفجه واقعيه، هالقد المواطن اللبناني بده يتعذب، هالقد المواطن اللبناني بده يدفع كل دم قلبه بده ينتهي، بده يغير. وبدنا نغير الطقم كله سوا، وبدنا نلعب لعبه جديده بلبنان وطريقه جديده بلبنان. الاحتراف بده يصير الاول، والانسان بده يصير اولا، مش الطقم السياسيه اولا. بيقولوا له ليش انا عم اقول لك بدي موجودات الدوله تنحط بهالصناديق؟ لانه بدي اقشطها للسياسيين، انا مش عم اقشطها للشعب، عم اقشطها من ايد السياسيين. حبيبي الوزارات هودي مش غنايم حرب، بتعمل انتخابات وتيجي تستحلهم وبتشوف كيف بدك ترد حق الانتخابات. لا حبيبي هيدي غلط، هيدي اللي وصلتنا لهون. هلا بالنهايه شو اللي رح يعتمد؟ هلا ني؟ اول شيء يلي رح يعتمد هو يلي المفاوضات مع المجتمع الدولي بده يجي يقول انا بقبل اعتبر هالسند مش ميت اذا بتعمل هيك. اذا ما قبلنا بالهيك نعمل نعتبر السند صار صفر، ساعتها بتصير الحكومه معها حق، وساعتها بتقول يعني ما بتقول معها حق، ساعتها السيناريو الاسود يعني. سيناريو الاسود، لانه هو سيناريوهات. هودي سيناريوهات قلت لك بالاول انه يمكن مش شغله عاطله، لانه لازم تحطي كل السيناريو، البسيمستيك سيناريو، السوبر اوبتيمستيك سيناريو، والرياليستيك سيناريو، شو بده يصير على الارض مزبوط. انا لإلي بده يصير فيه جرعات من الدعم من الاكسجين مقابلها جرعات من الاصلاحات، كل وحده مقابلها وحده. هلا بتقولي لي في عندنا حل ثالث شو؟ انه منسكر كل هالملف ومنروح شرقا وبقاش نحكي بشيء ومنعيش من الطاقه الشمسيه، نعيش من الطاقه الشمسيه ما تخلص كلامك لاسالك عن شرقا ومناكل اماكن بس ليش هالقد شرقا سيء؟ يحكي لا لا مش كافي، يحكى عفوا انه الصين طارحه تعمل جسر من الناقوره لطرابلس او لابعد من طرابلس، طارحه تعمل نفق، طارحه تعمل تبني معامل كهرباء، شو السيء؟ انا اللي حكيت معهم اوكي، والخطه تبع الطريق الساحلي انا اللي قدمتها. طيب شو السيء لك؟ رح اقول لك انه هن ما بيقبلوا يعملوها الا بشوف كيف بده يردون الحق بصياتهم. انه اكيد وكيف التور اكيد ما هن كل الناس ما بيؤتي لا اكيد. طيب بس مين بس انه التوجه نحو الصين شو الغلط فيه؟ اول شيء ما فيش غلط، ايه بس مش مطروح. هلا اذا انت اذا انا كل شيء ونتوجه شرقا حبيبتي، انا عم بمزح من سبيل المزح، ولكن هي مطروح مؤخرا. لا بس مطروح مش حكين مع العروس، نحن حكين مع بعض انه نحن بنروح عند بدنا نتجوزها خلص. بس انا مش قبلانين فينا، ما حدا قبلين فينا، حتى الصينيين مش قبلانين فينا. لك اكيد زيت الشروط تبع الامريكان تبع الصينيين، ولا حدا رح يجي ياخذ عيها عليه. عفوا بس كان المقصود اذا الامريكيين والاوروبيين غير راغبين بالمساعده، في عنا الصين اللي ممكن تساعد. ما حدا رح يساعدك هيك، هي مثل الطريقه القديمه انه شو نحن شو عم يوفوا نضر، شو ناضرين هن لما شربل بده يجوا يساعدونا. اللي طرح استاذنا طلع الطرح مش اذا نحن عملنا اصلاحات او لا، وهي شيء ضروري، موضوع العقوبات على الحزب وموضوع الحزب وتعاطي الامريكيين مع لبنان اجى من هالمنطلق. انا لهذا الملف ما وصلنا بعد الحديث، وانا الملف الاساسي هو انا اليوم الاصلاحات المطلوبه بلبنان اذا طلعت شرق ما بتعود مطلوبه؟ لا بتضل مطلوبه، هي اللي بدي اوصلها انا وياكي.
العلم الحتمية الانتاجية حتمية طيب. حتمية الاحتراف بلبنان هي إذا رحت على المريخ طيب بس خلاص أنت خليني أقول عم تتعاطى بإيجابية مع الحكومة نعم. وعم تقول الورقة واقعية وفجة وصريحة طيب إذا مش الحكومة ايه. مش عم اقول انه الورقه الثانيه ما بتسوى قلت لك هاي البسيمستيك ماشي واضح هيدي الاوبتيمستيك الحكومه عم اقول واقعيه فجه وصريحه الباقيين متفائلين اكثر متفائلين اكثر مش هي سؤالي ايه؟ الحكومه اذا مش هي نفذت مين بده ينفذ شو موقفه لرئيس الحكومه وهالحكومه من انها تنفذ وتفرج صندوق النقد انها بلشت بالاصلاحات لانه حبيبه قلبي نحن مش نحن عندنا مجلس نواب وعندنا طاقم سياسي طويل عريض بمجلس النواب وعندي كتل سياسيه شو هي حكومه شو هي حكومه عسكريه خلينا نعمل حكومه عسكريه بنحكي بغير شيء يعني اذا مشيت ما بتاخذ موافقه قصدك لك عم تقول عم نتفق انه مش عم تقدر تاخذ قرارات بقلب مجلس النواب بقلب مجلس الوزراء لانه عم خيفاني من تزعل فريق سياسي ما هي اذا بتزعلهم كلهم يمكن بتنجح ايه بس لحديت هلا ما عم تقدر انتبه انا ما قلت لك انه هي احسن حكومه بالعالم لا عم نحكي افضل من سابقاتها سابقاتها وعندها شيء عم تعمله يعني عم نعمل اذا بدك بسموها سيفراج بتعرف شو السيفراج بس واحد يكون عم ياخذ حشاش حشيشي وقصص من هالنوع ويوقف الويزدرول سيندروم الاول انه هذا الحكومات كانت سياسيه كثير 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 هاي الحكومه عم تخفف عم تجرب تخفف تطلع من السياسه بس ما طلعت 100% بس اخف بكثير بس بعد ما طلعت 100% الوقت بلش يدهمنا جدا 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 رح غير الحديث بس سؤال اخير اليوم يعني الأحد انطلاقا من يوم غد رح تبلش الاجتماعات الجدية نعم. قيل أنه كل الاجتماعات اللي صارت مع صندوق النقد فولكلورية والدليل أنه مبارح رجعوا اتفقوا بلجنة المال أو اللجنة الفرعية اللي بتضم الكل على أنت كنعمة فريم ابتداء من بكرة نعم. إذا بدك تقول للحكومة شو تعمل ولمجلس النواب شو يعمل بهالموضوع شو بتقول له ببلش يفاوض مع الكتل السياسية شو مستعدين يعملوا بالإصلاحات ابتداء من قصص اللي حتنقذك ابتداء من استدلالية القضاء وصولا إلى الحلول الكهرباء إلى تعيين الهيئات الناظمة إلى هاو كلهم حقهم مصاري ليه مش عم تفهموا يا عمي بس شيء مضحك انه بدنا نحكي مع الكتل كرمال امور نبت هلا فيها سلبا طب يا حبيبي تشكيلات قضائيه لكن سقطت الكهرباء سقطت لكن تاخذي صفر على المدرسه على 20 يعني عمليا 90 مليار دولار دين بيصيروا صفر هالقد هيني اوكي خلص معقولي مزبوط الاصلاحات عليها دولار كيف المدرسه الاكزرسيس الاول عليه 10 5 على 20 الثاني عليه 4 على 20 كل اصلاح على مصاري بس الاشارات اجت يعني مش اشارات الاكت الفعل اجى انه ما في لكن يعني عم تقولي لي اخي خطه الحكومه معك معها حق اي خطه الحكومه وهي جزء منها انه ما يعني معها حق بتعرفوا شو يعني يعني راحوا مسجد مدعين كلهم عم تعرفوا شو عم تقولوا ما بقى حدا يخبركم الاخبار انه هو اخترع وقته صارت خلص ما بقى في عندنا خساره والبنوك كله منيح لا اذا ما عملنا الاصلاحات الخطه قائمه والنتيجه صفر على 20 استاذ نعمت يعني فرجوكم هلا خطه لجنه المال هذه المصغره اللي اساسيه وكثير مهمه فرجتنا كيف اذا بنعمل الاصلاحات اللازمه والمجتمع الدولي بيقول أنه سندات الخزينة والأوروبوند مش قيمتهم صفر لأنهم انبسطوا منا لأنهم موجودين مش بس المجتمع الدولي المجتمع اللبناني كمان ما هو الدائنين الأساسية اللبنانية إذا كلنا قلنا والله لا هالدولة مش حالة لأنه نطلع على أرقامه بنشوف أنه رح يقف العجز يعني بكرة الصبح رح يقف العجز يعني الدولة يعني 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 خلصنا مصريات المودعين إذا ما نعمل هيك يعني خطة الحكومة مزبوطة بس بكره اذا بيقعدوا مع صندوق النقد شو بيقولوا له بكره التنين اذا بيقعدوا شو بيقولوا له لك بده يرجع يقولوا له بتعرفوا شو تعرف شو نحن اول شيء صندوق الدائن رح يقول لهم مش رح يقولوا له رح يقول لهم اصلاحات شباب عملتوا اصلاح رح تعملوا اصلاحات نحكي نفس الشيء من سنتين وثلاثه ايه؟ واليوم يعني ما رح شيء يتغير بتيجي بعد 100 سنه هي ذاتها ما حدا رح يضايق يعني ما بدها شركات اجنبيه وما بدها لجان صراحه ما لك حبيبتي اذا بتطلعي لك انا من 10 سنين والله العظيم من 10 سنين 2011 فايقين لوعظة البطرك الشهيرة انه نحن لبنان رح ينحل بعد 10 سنين
إذا الدين العام بضل يتنامى راجعوا على التاريخ. عملنا دراسة وفرجناه الجراف أنه ب 2019 بيفقع البلد لأنه الدين العام بضل يعلى، وإذا نحن منضلنا نتدين لندفع الفوائد وما بنعمل أي إنجاز بالقطاع العام بالاقتصاد اللبناني والمالية الدولة اللبنانية بتفقع. الأرقام بتحكي وحدها. أنت هلأ أنا برجع بقلك لو ما صار اللي صار والله العظيم مرة تانية، لو من ست أشهر ما صار اللي صار، وقف سكروا الأساطر الدولار من البنك المركزي، نحن كنا بعد عنا أربعة أشهر، لأنه كنا عم نحرق مليار بالشهر، انتبه كنا عايشين فوق الريح ومبسوطين. كان معنا أربعة أشهر بس اليوم اللي عم بيصير، معنا أربعة أشهر ما عاد في قمح بلبنان، بس اليوم خطير اللي عم بيصير ضخ الدولارات. ليش عم أقول لك أنا ضده 100%؟ وإذا ضل وإذا عملنا هيك نحن نزلنا كثير. على فكرة الأرقام اللي إجتني كثير حلوة، إنه حلوة بس أوكي حياتنا تغير. شو يعني حلوة؟ يعني صرنا نحرق 300 مليون دولار بالشهر، كنا نحرق مليار. أوكي. يعني مصريات البنك عايشين المركزي عايشين تقشف يعني. إيه مصريات البنك المركزي رح تضيّنا ثلاث سنين. مش أكثر. وثلاث سنين بالتعتير يعني مثل هلا. بس عملياً عم نشتري وقت هلا لهالطبقة السياسية. بحسب قد بيجبروا يضخ دولارات ما بنعرف. نعم. بحسب قد بيجبروا يضخ دولارات. كيف هلا عم يحط عند الصرافين؟ نحن مش عم نخليه. بس خليتوه؟ لا هلا اني دخل له جمعة ثلاث ايام. وين عم تروح الدولارات؟ روح لميون روح شوف اذا في مصاري. وين عم تروح الدولارات؟ نعم؟ وين عم تروح الدولارات؟ مزبوط يعني انه عم تطلع على سوريا او تطلع على سوريا؟ بس اول شيء تتفق غير انه في ظل للمواطن بيوقف ثلاث اربع ساعات ومع تذكره ومع اذاعه تجاريه نحن ومع انا الحقيقه انا مع نعمل القانون اللي تقدم او مشروع القانون اللي تقدم، مش مني انا، من زملائي يلي هي لها علاقه بالكابيتال كنترول والشيء واللي حكوا فيها على كيف بخصصوا دولارات. هيدي فكره منيحه ولازم نرجع لها، يمكن نغير الارقام لانه خافوا من الارقام. طلعوا معه الارقام كثير كبيره، بس انا بعتبر لازم تنشغل ونحط الرقم، بنقول نحن بدنا نصرف هالقد بالسنه وعلى اساسها يصير في اولويات، لانه اهم شغله مثلا عندك تلاميذ الجامعات برا، عندك يعني عندك ذل هائل عن جد عم نعيش. طيب معي خمس دقائق تفضلي. انت نحن بالحوار في جبهه سياسيه عم تخلق، انت وكم نائب جبهه معارضه. سألت سؤال للنايب ولا عم برجع بسألك إيه لأنه جاوبتني بتحفظ. إيه لأنه في حديث بيننا كلنا، بين بولا نائب بولا صديقتنا ونواب تانيين، نائب فؤاد مخزومي، نائب شامل روكوز، النواب كتائب، نواب كتير. إيه في جبهة معارضة، ولكن ما في شيء بعد لحد هلا، في حكي بين الكل. شو العوائق؟ حكي حتى مع نواب من الكتل الموجودة، انتبهي كتار إنها تنسحب من كتلة يعني. إيه لأنه انتبهي، مش الفكرة مش نعمل كتلة هلا، الفكرة نعمل جروب دو ريفليكسيون نسميه، تجمعات على مواضيع معينه، مواضيع مثلا في تجمع ثلاثه اربع نواب عم نشتغل على قصص المال، بس انه لازم يكون في يعني تقارب بالاراء بالافكار، بالتالي بالتصويت على مشاريع القوانين. اول شيء مشروع القوانين رح تبلشي تشوفي مشاريع قوانين تتقدم من نواب تنقذي. ليش ماضينهم هالنواب؟ لانه هن بكونوا عم يشتغلوا وعابر للكتل. وهيدي شيء جديد ورح يزيد من هلا الانتخابات، باكد لك رح يزيد كثير. في نواب من ضمن كتل كبار بيغردوا معكم؟ اكيد كثير كثير مش شوي. وبالتصويت بالجلسات العامه بيصوتوا معكم؟ اكيد، ونحن ما بنصوت على طول مع بعض، انتبه نحن ما كتله، مش كتله بس انه اذا في تقارب بوجهات النظر رح يكون الافكار متقاربه بمواضيع معينه، بمواضيع باكثريه المواضيع يعني. عمليا نحن اليوم انا بعتبر انا مقتنع، وما كنت هالقد لانه انا كنت قبل، لأنه أنا بطبيعتي مني أنتي سيستم، أنا بحب السيستم وبحب طوره من جوا. أوكي. من هيك حاولت كتير، حاولت من سنين أنه لا هذا السيستم يا خيي قبل ما ينهار لازم يكوى، نقنعه يكوى. أنا وصلت لقناعة جديدة، وزملائي والناس اللي بتعرفني رح تتفاجأ فيي أكتر وأكتر. أنا وصلت لقناعة أنه فالج لا تعالج، جود الخل منه فيه، يعني بدك تغير كل السيستم. انا صرت اكيد، حاولت كثير وعم اقول لك انا بزعل، مش هيك تداعي انا بزعل 100%، وانا بزعل لانه هيدا مش الاوبتيموم باس، هيدا مش الطريق الارخص واقل وجع واقل كلفه، لا هيدا اصعب وحده.
أقل كلفة كانت أنه هن يغيروا الطبقة السياسية بحد ذاتها هي تغير وتقول أنا 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 أباء مؤسسين، أنا بدي أسس لبنان جديد، أنا كطبقة سياسية ماني عم شوفها، عم شوفها عم تنتحر وتنحرنا معها. عندك أمل بالثورة ولا خاب أملك كمان؟ لا، الثورة طريق طويل، بالعكس أنا أنا في ناس بيقولوا أنه حسيت الناس بلبنان أو منهكة أو لا، ذكية الناس. شو ذكية؟ ذكية، شافت أنه الفاينل كاونت داون مش هلأ. أكيد أوكي، لم يحن الناس أكتر يعني أكتر لم يحن أكتر الوقت يعني أصدق. أكيد الناس عارفة أنه هاي مش ضرب القاضي، ناطرة للضرب القاضي الناس، وبكره تتفاجأ بالضرب القاضي كيف تتجي. بعد معي دقيقة أو دقيقتين هيك سؤالات سريعة، بعرف الناس منكم بتسمعك كتير وبتحكي أنت بعمق، بس الناس دغري بهم قديش رح يصير الدولار. أنت قلت لي إحنا وعم نحط وقت للحلقة أنه يمكن بآب في عنا شيء كبير بده يصير، خايفين دولار يصير يمكن ب 7000 10000. لا انا ما بحب اعمل سبيكوليشن هالنوع، لانه بس انت اقتصادي مثل ما قريت انه بال 2019 اذا بحكي هيك بيطلع الدولار بكره، نحن ما نحكي ابدا، لا انا ولا غيري. وبنصح كل شخص اختصاصي ما يعطي نظرياته على الهواء، شو الحديث هذا؟ طب الناس اللي خايفه بتروح بدها تصرف دولارات، نعم كمان هيدي بتعمل هلا بحقلة، بس انا بقول لك ما في بديل عن الصناعة والزراعة اللبنانية وعلى التصدير. نحن بسرعة كتير، وأنا بدي أتوجه لكل شاب وصبية بلا شغل اليوم يفكروا شو فيهم يعملوا تيخففوا الاستيراد. كل شيء بيعملوه بيخففوا الاستيراد بيعملوا مصاري فيه، وأفكار جديدة ما كانت موجودة قبل، ما بحياتنا كنا فينا نزرع حمص بلبنان ويكون نقدر نبيعه ونربح. أنا بأكد لكم إذا بتزرعوا حمص بتربحوا، حمص فاصوليا، إذا بتعملوا إذا بتزرعوا لافاند وبتعصروا لافاند وبتعملوا كولونيا، ما فيكم تعرفوا شو في أفكار ما كنا نفكر فيها قبل لأنه كنا قاعدين ومنستورد. اليوم صار فينا نصنع، صار فينا نزرع، صار فينا نفكر وبعدين نصدر. هاي الطريقة الوحيدة اللي بتخلصنا. نائب نعمة فريم رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس مب، شكرا جزيلا لحضورك معنا. قبل بمرة كانت الحلقة كان وضع اليوم وضع بالمرة، إن شاء الله ثالث حلقة يكون الوضع بعد فيه بعد فينا نتحدث. شكرا لحضورك معنا مشاهدينا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. شكرا.